وبضيفك الكريم. أهلا بك زميلتي فريال، وشكرا جزيلا. نحن الآن في رحاب وهران المرحابة التي تستضيف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته 12 بعدما غاب علينا 12 أو عفوا بعدما غاب علينا 6 سنوات، ها هو يعود بستة أو بستين فيلما من بين أفلام طويلة وقصيرة وأفلام وثائقية وأخرى وأفلام يعني تاريخية. أما الآن فنحن فمعنا المخرج العراقي، مخرج فيلم ميسي بغداد الذي نال صيغا واسعا او نال صدى واسعا في العالم منذ 2012، حيث ترسخت الافيش لذلك الطفل محمود المبطور والذي نال صيغا واسعا وسمع به كل العالم. اهلا بك استاذنا. شكرا جزيلا. أنا هم فرحان جدا اليوم أنا جيت إلى مهرجان وهران، لأن مهرجان وهران بدت بالأول بقوة كبيرة، بعدين بعد مرور كم سنة وقفت، هلا بدت من جديد. هذا مهم جدا بالنسبة لنا كمخرجين، لأن احنا نحتاج إلى مهرجانات، خاصة المهرجانات اللي تعرض هيك أفلام، لأن هذا مو فيلم تجاري. يعني احنا نخلي الفيلم هو بالمهرجان حتى الناس كثير يشوفوها، حتى يكون صلة بين المشاهد والمخرج والفيلم. يعني نتمنى هذا المهرجان يستمر. استاذ، راينا ايضا ان هذا المهرجان قد سلط الضوء على السينما العراقيه في هذه الطبعه. استاذ، ما هو رايكم حيال الامر؟ طبعا هذا مهم جدا، لان السينما العراقيه شويه مظلومه، لان الاهتمام بالعراق بالسينما موجود بس مو جيد جدا. بس هيك شيء، يعني تسليط الضوء على السينما العراقيه بالنسبه لنا مهم جدا. هم عندي فيلم ثاني جمع العراق الخفي، راح تكون بكره العرض، يعني هذا مهم جدا. نعم استاذ، وايضا فيلم ميسي بغداد الذي رشحته العراق لكي يشارك في الاوسكار، استاذ ما هي حظوظه في المشاركه في المسابقه او في الحصول على الاوسكار؟ لماذا؟ طبعا هذا راح تكون ثالث مره افلام يوصل الى القائمه مال الاوسكار. قبل هلا افلام قصيره، يعني الفيلم القصير ماسي بغداد والصياد السيء. نعم استاذ. لا لا مش. تفضلوا. يعني راح تكون خطوه جيده. كنا نتكلم استاذ عن مشاركه فيلم ميسي بغداد استاذ في الاوسكار، حيث نال يعني صيغا واسعا استاذ وسمع به كل العالم استاذ، ونال 60 جائزه دوليه استاذ. ايه الفيلم القصير يعني ذاك الوقت فاز ب60 جائزه، بس وصل للقائمه القصيره للاوسكار. هيك هيك هكذا استاذ. آه، اوكي تفضل. يعني الفيلم القصير فاز ب60 جائزه، كان مرشح للاوسكار من 10 افلام المتبقيه، وبس هلا البلاد العراق اختاروا هذا الفيلم كخطوه جيده. احنا نتمنى ان يكون المره الثالثه نوصل للقائمه القصيره. يعني القائمه القصيره راح يختارونها ب 17 12، يعني هذا مهم جدا بان نوصل الى هاي القائمه، لان كل دوله تختار فيلم والقائمه متكونه 15 فيلم. يعني بس اذا ما وصلنا الها ما راح تكون مشكله، لان هاي الخطوه الاولى العراق اخترت هذا الفيلم وقالت هذا الفيلم لنا، يعني هذا مهم جدا بالنسبه لنا. نعم شكرا جزيلا استاذ. إذا كنتم معنا في رحاب مدينة وهران، حيث كنا مع المخرج السيد عمر خليفة. عودة إليك في ريال الاستوديو. شكرا لك محمد. رياض قاسمي كنت معنا مباشرة.